أهلا بكم مشاهدينا، نستمر معكم في هذه التغطية الخاصة للأحداث الميدانية والحرب الروسية على أوكرانيا. كان لافتا في هذه الحرب اليوم التاسع على التوالي هجوم أو قصف لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، وأيضا هناك إعلام من السلطات الأوكرانية تقول أنها تمكنت من إخماد حريق وأن السلام النووي للمحطة بات مضمونا، لكن الرئيس زيلينسكي قال بأن روسيا تجر أو تحاول اللجوء للرعب النووي. نشاهد.